بعد ليلة وصفت بالصعبة تحت وقع الضربات الأمريكية، لم يتأخر الرد الحوثي اليوم، حيث أفادت مصادرنا في اليمن بأن الحوثيين أطلقوا صاروخا من أحد معسكرات محافظة إب باتجاه البحر. هذا وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادثة عن بعد 57 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة في اليمن، ولفتت إلى أن الانفجار وقع على مسافة بعيدة على ميمنة السفينة، ونطقم والسفينة بخير. وسنرصد ونتابع المزيد مع مراسلنا من عدن ياسين الرضوان عن هذه الهجمات والاستهدافات الحوثية المسجلة اليوم. نعم إيمان، إذا دعينا نبدأ في بداية في التصريحات والخطاب الحوثي الذي أعلنه زعيم جماعة الحوثيين، لا سيما أنه تحدث أنه خلال هذا الأسبوع فقط تم شن أكثر من 10 هجمات على البحر الأحمر وعلى هذه المنطقة التي تشهد توترات مرتفعة، وقال أن الموقف الأمريكي والبريطاني لا يمكن أن يحمي نفسه، فكيف يحمي الملاحة بشكل كامل. وتحدث عن أيضا عمليات وضرورة الحشد والتعبئة في هذه المناطق وعمليات تدريب تخوضها جماعته بشكل كبير، وأنها ستتوسع إلى محافظات أخرى في الأيام القادمة، وهذا يعني أن هنالك مشروعا توسعيا لجماعة الحوثي باتجاه ربما المناطق حتى المحررة. وهنالك أيضا بعض القيادات والمسؤولين الحوثيين تحدثوا عن ربما عملية برية باتجاه محافظة الحديدة، وعبروا بشكل واضح عن مخاوفهم من هذه العملية، وأيضا تأتي هذه المخاوف على وقع ضربة وتهديدات باتجاه البحر الأحمر وخصوصا باتجاه الحديدة، لا سيما حدوث إحدى التهديدات في منطقة أو غرب محافظة الحديدة على بعد 57 ميلا بحريا في هذه المنطقة، وامتدت أيضا عديد من الهجمات باتجاه البحر الأحمر وخليج عدن. كان هذا الأسبوع هو أسبوع حافل بالتهديدات للسفن البريطانية والأمريكية والملاحة بشكل كامل إيمان، وهنالك أيضا عمليات قامت بها الولايات المتحدة برفقة بريطانيا استهدفت بغارات عديدة مناطق شمال مدينة صعداء معقل الحوثيين، وكذلك أيضا استهدفت هذه الغارات عديد من المناطق في محافظة الحديدة. أبرز هذه الغارات استهدفت القاعدة الساحلية في منطقة الجبانة التي تقع ضمن مديرية اللوحية، وهذه المنطقة الحيوية التي يطلق منها العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وتحدث أيضا التحالف الأمريكي البريطاني عن تدمير 10 مسيرات كانت معدة للانطلاق باتجاه البحر الأحمر وغرفة للعمليات لتوجيه هذه الأهداف باتجاه البحر الأحمر وبحر العرب وكذلك باتجاه باب المندب إيمان. شكرا جزيلا لك ياسين الرضوان مراسلنا من عدن على هذه المتابعة.